فعلا المغرب تم انتخابه على رأس مجلس حقوق الإنسان في سنة 2024. هذا الانتخاب هو كيحمل مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هي من حيث الدعم الكبير اللي حظى به ترشيح المغرب، تقريبا 30 دولة اللي صوتت اللي فائدت هذا الترشيح، من أصل 47 دولة اللي صوتت اللي هما أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وهذا كيعني أن ثلثين ديال مجلس حقوق الإنسان دعمات ترشيح المغرب، إذا الترشيح اللي كان ديال جنوب إفريقيا. الدعم كان من مختلف المناطق الجغرافية، واخا التصويت هو سري، ولكن العناصر اللي كتبان هي أن خديت غير إفريقيا، من أصل 13 عضو إفريقي اللي كاين في مجلس حقوق الإنسان، على الأقل واحد 10 دول من 13 صوتات مع المملكة المغربية، وهذا عنصر مهم لأن الترشيح كان ترشيح إفريقي بالدرجة الأولى، وعدد كبير من الدول. وهذه مناسبة باش نشكر بلغاريا على دعمها لهذا الترشيح. بلغاريا كعضو في مجلس حقوق الإنسان كانت من الدول الأوائل اللي دعمت هذا الترشيح، وكنشكر مرة أخرى السيدة الوزيرة على هذا. الرسالة الثانية هي أن هذا الانتخاب هو فيه اعتراف بنجاعات وبمصداقية الإصلاحات اللي كيقودها جلالة الملك في المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من دستور 2011، إصلاح المدونة، مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق المرتبطة بكل مكونات الهوية المغربية، وحنا على غادي نحتفل قريبا برأس السنة الأمازيغية، الطائفة اليهودية وغيرها. يعني جلالة الملك في كل هذه السنوات أعطى واحد الرؤية واضحة حول الإصلاحات السياسية، الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاجتماعية كعنصر أساسي اللي اليوم مشهود به على المستوى الدولي، واللي الانتخاب المغرب وهذا الدعم الكبير لترشيح المغرب هو كيجي كاعتراف بكل هذه الإصلاحات ونجاعتها، وبأن يعني ما تحقق في المغرب هو يشهد به اليوم الجميع. الرسالة الثالثة هي كذلك في هذا الدعم هو واحد الشهادة ديال الثقة في مصداقية دور المغرب والسياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. المغرب اللي بنى سياسته الخارجية على كما قال جلالة الملك على الوضوح والطموح، كيعطي الثقة للشركاء وكيعطي الثقة على المستوى الدولي، وكيخلي تواجده في المنظمات الدولية هو أمر ممكن نقول مطلوب ومرغوب، لأنه المغرب ما سياسته الخارجية متميزة بالجدية، متميزة بالمصداقية، وسياسته الخارجية متميزة بالتوازن، وسياسته الخارجية متميزة كذلك بالبحث عن الإجابات والحلول ماشي على المشاكل، وهذا اللي كيخلي هذا الدعم. ونذكر بأن غير في هذه السنة 2023 المغرب قدم عشرات الترشيحات كلها نجحت، يعني 100%، وهذا كيخلق كيبين هذا الدعم وهذا المصداقية اللي عند المغرب على المستوى الدولي. الرسالة الرابعة هي أنه في مجال يعني النظام المتعدد الأطراف ديال حقوق الإنسان المغرب كان عنده دور، وانتخابه اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان هو كيجي تأكيد لهذا الدور اللي كان المغرب من 2006 لما تخلق مجلس حقوق الإنسان. المغرب ثلاثة المرات هو كيدخل مجلس حقوق الإنسان، المغرب متواجد في تسعود من 10 ديال الآليات ديال مجلس حقوق الإنسان، والمغرب عنده دور رائد في 19 الفريق عمل داخل مجلس حقوق الإنسان. فانخراط المغرب في عمل مجلس حقوق الإنسان ماشي اليوم، هو بدا من 2006، وكان المغرب حاضر في كل نقاط التحول اللي شهدها
مجلس حقوق الإنسان منذ إنشاؤه في 2006. المغرب سهل مجموعة ديال المسارات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان. المغرب كيقدم قرارات لمجلس حقوق الإنسان في مجموعة ديال المجالات. المغرب هو اللي كيقدم القرار حول يعني التعبئة ضد خطاب الكراهية، اللي هو قرار كيتقدم سنويا في مجلس حقوق الإنسان. المغرب كيقدم قرار ديال احترام الأديان وعدم ازدراء الأديان، والمغرب كيقدم قرار حول الحوار بين الأديان وبين الثقافات. فالمغرب دائما عنده واحد الحضور كان في هذا المجال ديال حقوق الإنسان وفي مجلس حقوق الإنسان. واليوم هذا انتخابه لرئاسة المجلس كيجي تتويج لهذا العمل الجاد، لهذا العمل البناء.